بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، السنة الثالثة ابتدائي. نوتر سوجي دون سو باراغراف بور تراسور لافونتور دان نهار. إذا الموضوع ديالنا في هاد الحلقة سيكون حول مغامرة شجرة التي رأينا فيما سبق. كومبريونسيون يعني الفهم، هذا يأتي من فعل كومبروندر، كومبروندر يعني فاهمة. إذا كومبريونسيون المقصود بها الفهم. سنرى بعض العبارات حول الموضوع الذي رأينا، حول الكلمات، حول العبارات، حول المعنى العام لهذا الموضوع. إذن ديكوفيرت دي بوستر اي ايميسيون دي بوتيز. إذن ديكوفيرت اكتشاف، نتكلم عن لو فيرب ديكوفرير، لو فيرب ديكوفرير المقصود بفعل اكتشف. إذن عندنا هنا ديكوفيرت يعني اكتشاف. ديكوفيرت دي بوستر اي ايميسيون دي بوتيز. إذن اكتشاف الصورة أو الملصق، طبعا نتكلم عن البوستر الملصق أو ممكن أننا نتكلم عن الصورة. إيميسيون ديبوتيز، ثم بت المقصود إلقاء ديبوتيز الفرضيات. إذن نتكلم عن الفيرب إيميتر بمعنى آخر بت. إذن سنضع صورا أو ملصقات ثم نكتشفها معا. إيميسيون ثم بت، طبعا نتكلم عن الفيرب إيميتر، هذا فعل بتة. سلوفاب أماتر ممكن أنك تنشر شيئا ما. إذا نتكلم عن لوفاب أماتر، نقول مثلا لا تلفزيون ناسيونال أمي كوتيديانمو دو 4 أ 23 أور. لا تلفزيون ناسيونال أمي كوتيديانمو دو 4 أ 23 أور، يعني أن التلفاز الوطنية أمي كوتيديانمو، يعني أن تبت يوميا دو 4 أ 23 أور من الرابعة إلى الحادية عشر ليلا. إذا المقصود هنا لا تلفزيون ناسيونال أمي سي بروغرام، مثلا يعني أن التلفاز الوطنية تبث برامجها. إذا عندنا هنا أن تبث يوميا، المقصود أن تبث برامجها، بمعنى آخر أن تنشر برامجها. نقول مثلا أيضا أن تليفون بورتابل إتا أمي تيل دي زوند. أن تليفون بورتابل إتا اميتيل دي زوند. إذن الهاتف المحمول المغلق هل هو يبت امواجا؟ نعرف بان الامواج الصادره من الهاتف انها تشكل خطرا على صحتنا. من هنا ياتي السؤال، هل اذا كان الهاتف مغلقا هل هو يبت هذه الامواج؟ فاذا كان يبت هذه الامواج فان الامر سيكون صعبا ايضا. ان تليفون بورتابل اتا أميتيل دي زوند، هل هو يبث مثلا موجات كهرومغناطيسية؟ إذا نتكلم على الفيرب أميتر المقصود به بث أو نشر، مثلا الهاتف ينشر موجات كهرومغناطيسية، الإذاعة أو التلفزة تنشر برامج. هنا طبعا لا نتكلم عن بث البرامج أو بث موجات كهرومغناطيسية، ولكن نتكلم عن بث من نوع آخر، نتكلم عن بث الفرضيات. إذا نتكلم عن إيميسيون ديبوتيز، إذا بت الفرضيات، يعني أن كل شخص منا المقصود أنك تقول فرضيات وبقية الأشخاص ينصتون لهذه الفرضيات. إذا ديكوفيرت ديبوستر إيميسيون ديبوتيز. إذا سنكتشف معا الصورة أو الملصق، ثم سنبت بمعنى آخر أننا سنقول إيميسيون ديبوتيز، ثم سيكون عندنا بت للفرضيات، المقصود أننا سنقول فرضيات حول الصورة التي نرى. فوالا لو برومي بوستر، هذا الملصق الأول. كو فويفو سور ليماج، ماذا ترون على الصورة؟ كو فويفو سور ليماج، إذن نو فويون أوازو، أبخي نو فويون لو سيدر، نو فويون النابر. Nous voyons le cèdre. Alors, que veut faire le cèdre? Que veut faire le cèdre? Eden, ماذا تريد أن تفعل شجرة الأرز? Que veut faire le cèdre? Le cèdre veut partir. Le cèdre veut partir. شجرة الأرز تريد أن تنطلق. Le cèdre veut partir. Après, nous passons à la deuxième image. Qui veut partir avec le cèdre? Qui veut partir avec le cèdre? C'est la goutte d'eau qui veut partir avec le cèdre.
c'est la goutte d'eau qui veut partir avec le cèdre. إذن هي قطرة الماء التي تريد الذهاب مع شجرة الأرز. Après, que font les deux amis? Que font les deux amis? Que font les deux amis? Le cèdre et la goutte d'eau, ce sont deux amis. Alors que font-ils? On a déjà vu que les deux amis partent à l'aventure. On a déjà vu que les deux amis partent à l'aventure. Et voilà les deux amis qui partent à l'aventure. Et voilà les deux amis qui partent à l'aventure. الصديقان ذهبا إلى المغامرة. الصديقان ذهبا إلى المغامرة. Pour l'instant, si j'entends quelqu'un qui dit le cèdre ne veut plus rester au bord du lac. Si j'entends quelqu'un qui dit le cèdre ne veut plus rester au bord du lac. الآن إذا سمعت شخصا مثلا يقول le cèdre ne veut plus rester au bord du lac. شجرة الأرز لم تعود تريد البقاء في ضفة البحيرة. إذا سمعت شخصا مثلا يقول شجرة الأرز لم تعود تريد البقاء في ضفة البحيرة. Si j'entends quelqu'un qui dit le cèdre ne veut plus rester au bord du lac. Alors, quelqu'un comme exemple pose la question de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? إذن شخص ما يسمع هذا الكلام فيقول دو كي ساجيتيل. بماذا يتعلق الأمر؟ كالي لا غيبونس. إذن ما هو الجواب؟ دو كي ساجيتيل. إذن شخص ما يسمع هذا الكلام لو سادا نو فو بلي غيستي أو بور دي لاك. شجرة الأرز لا تريد البقاء في ضفة البحيرة. ألوغ أون بوز لا كيستيون دو كي ساجيتيل. بماذا يتعلق الأمر؟ على من تدور هذا الكلام؟ دو كي ساجيتيل. إذا نقول il s'agit du cèdre. Il s'agit du cèdre. الأمر يتعلق بشجرة الأرز. هذا الكلام تدور على شجرة الأرز. هذا الكلام يتعلق بشجرة الأرز. Il s'agit du cèdre. يتعلق الأمر بشجرة الأرز. إذا فيكون عندنا السؤال التالي حول العبارة. Que veut faire le cèdre? Que veut faire le cèdre? ماذا تريد أن تفعل شجرة الأرز؟ Que veut faire le cèdre؟ إذن يكون الجواب، الجواب هو Il ne veut pas rester au bord du lac. هي لا تريد البقاء في ضفة البحيرة. هي لا تريد البقاء في ضفة البحيرة. Il ne veut pas rester au bord du lac. لاحظ هنا، عندنا هنا Il ne veut pas. هي لا تريد. ولكن قبلها رأينا Il ne veut plus. يعني هي لم تعد تريد. في هذه الحالة ربما أن كانت تريد لكن الآن لم تعد تريد. نحن لا نعرف هل هي كانت تريد قبل هذا أم لم تكن تريد. على كل حال هي لم تعد تريد. Le cèdre ne veut plus rester au bord du lac. يعني أن شجرة الأرز لم تعد تريد البقاء au bord du lac في ضفة البحيرة. لكن عندما نقول il ne veut pas إذا المقصود أنها لا تريد. ربما أن منذ القديم أنها لا تريد. il ne veut pas rester au bord du lac. إذا هي لا تريد البقاء في ضفة البحيرة. طبعا نتكلم هنا عن il، نتكلم عن هو. شجرة الأرز طبعا في اللغة الفرنسية كما قلنا أنها كلمة مذكرة. ثم expliquer il ne veut pas. إذا إيش شرح il ne veut pas؟ أشنو تعني هذه العبارة؟ ماذا تعني هذه العبارة؟ il ne veut pas. Que signifie il ne veut pas rester au bord du lac؟ ماذا تعني عبارة il ne veut pas rester au bord du lac؟ هي لا تريد البقاء في ضفة البحيرة. فلنفترض أن شخصا لم يفهم هذه العبارة ولم يفهم le verbe vouloir فعل أرادة. هنا عندنا il ne veut pas هي لا تريد. إذن كما نقول في اللغة الفرنسية هو لا يريد. سنعود لو فيغ فولوار فعل آخر. il ne veut pas هي لا تريد أو كما عندنا هنا هو لا يريد. نتكلم عن شجرة الأرز. إذن expliquer il ne veut pas. اشرح il ne veut pas. إذن il ne veut pas rester au bord du lac. إذن que signifie il ne veut pas rester au bord du lac؟ ماذا تعني عبارة هو لا يريد البقاء
في ضفة البحيرة. إذن ماذا تعني عبارة هو لا يريد البقاء في ضفة البحيرة؟ إذن الجواب هو C'est que le cèdre refuse de rester au bord du lac. C'est que le cèdre refuse de rester au bord du lac. هو أن C'est que هو أن le cèdre هو أن شجرة الأرز refuse عندنا لو فيرب refuser يعني رفض. إذن هو أن شجرة الأرز ترفض de rester البقاء au bord du lac في ضفة البحيرة. إذن ممكن أننا نعوض il ne veut pas be refuser be il refuse ممكن نعوضه ب il refuse. C'est que le cèdre refuse de rester au bord du lac. C'est que le cèdre refuse de rester au bord du lac. هو أن شجرة الأرز ترفض البقاء في ضفة البحيرة. Sur cette image, على هذه الصورة, identifiez le lac et le bord du lac. Identifiez le lac et le bord du lac. إذن, identifiez le lac et le bord du lac. En vous servant de cette image. حدد البحيرة وضفة البحيرة. إذن على الصورة حدد البحيرة ثم ضفة البحيرة. En vous servant de cette image. مستعملا هذه الصورة. Voilà, c'est le lac. Et ensuite, on a le bord du lac. Après, on a le bord du lac. بعدها عندنا ضفة البحيرة. ثم عندنا عبارة il souhaite partir. Il souhaite partir. هل يمكننا أن نقولها بمعنى آخر؟ كيف يمكننا أن نقولها بطريقة أخرى؟ il souhaite partir. On a le verbe souhaiter. عندنا فعل تمنى. il souhaite partir. هي تتمنى أن تنطلق. هنا عندنا كما قلنا هو يتمنى أن ينطلق. peut-on dire cette phrase d'une autre manière? Est-ce qu'on peut dire cette phrase d'une autre manière? هل يمكننا أن نقول هذه الجملة بمعنى آخر؟ بمعنى آخر expliquer il souhaite. اشرع عبارة il souhaite. هل يمكن أن نقول هد العبارة بمعنى آخر؟ peut-on dire cette phrase d'une autre manière؟ إذن il souhaite veut dire. إذن عبارة il souhaite تعني veut dire تريد تقول. هذه العبارة تريد تقول. المقصود هذه العبارة تعني. المقصود هذه العبارة تعني. عندما نقول il souhaite veut dire il veut. il souhaite veut dire il veut. هو يتمنى تعني هذه العبارة il veut. هو يريد. il souhaite veut dire il veut. هو يتمنى معناها هو يريد. هو يتمنى معناها هو يريد. عبارة il souhaite تريد تقول il veut. تريد تقول هو يريد. ممكن نقول il souhaite signifie il veut. إذن عندنا le verbe vouloir. عندنا le verbe vouloir. نقول مثلا مصطفى que souhaites-tu faire pendant la récréation؟ ماذا تتمنى أنت أن تفعل أثناء الاستراحة؟ ماذا تتمنى أن تفعل أنت أثناء الاستراحة؟ مصطفى que souhaites-tu faire pendant la récréation؟ Que souhaites-tu faire pendant la récréation? ماذا تريد أن تفعل أثناء الاستراحة؟ إذن فيقول مصطفى مثلا Je souhaite jouer à cache-cache. Je souhaite jouer à cache-cache. المقصود بها Je veux jouer à cache-cache. أنا أريد ألعب لعبة كاش-كاش. أنا أريد ألعب لعبة الغميضة كما نقول بالدارجة المغربية. Je souhaite jouer à cache-cache. المقصود بها Je veux jouer à cache-cache. Pour l'instant, supposons qu'on entend l'expression suivante. إذا الآن نفترض أننا نسمع التعبير التالي أو العبارة التالية. Une goutte d'eau du lac veut partir avec l'arbre. Une goutte d'eau du lac veut partir avec l'arbre. Alors, de qui parle-t-on? شخص ما يطرح سؤال. Quelqu'un pose la question. De qui parle-t-on? عن من نتحدث؟ نسمع العبارة Une goutte d'eau du lac veut partir avec l'arbre. Quelqu'un pose la question. De qui parle-t-on? إذن شخص ما يطرح سؤال. De qui parle-t-on?
عن من نتحدث؟ إذن يمكن أن نجيب On parle de la goutte d'eau. On parle de la goutte d'eau. On parle de la goutte d'eau. إذن نتحدث عن قطرة الماء. Alors, identifiez la goutte d'eau sur le poster. حدد قطرة الماء على الصورة. حدد قطرة الماء على الصورة. Voilà la goutte d'eau. Voilà la goutte d'eau. Voilà, c'est la goutte d'eau. إذن هذه قطرة الماء. Alors, avec qui veut partir la goutte d'eau? Avec qui veut partir la goutte d'eau? مع من تريد الانطلاق قطرة الماء؟ إذن في الجواب elle veut partir avec l'arbre. Elle veut partir avec l'arbre. هي تريد الانطلاق مع الشجرة. المقصود أنها تريد الانطلاق مع شجرة الأرز. المقصود أنها تريد الانطلاق مع شجرة الأرز. Pour l'instant, supposons qu'on entend l'expression suivante. Pour l'instant, supposons qu'on entend l'expression suivante. الآن نفترض أننا نسمع العبارة التالية. Les deux amis quittent le bord du lac. Les deux amis quittent le bord du lac. Les deux amis quittent le bord du lac. الصديقان يتركان ضفة البحيرة. إذن نسمع هذا الكلام. Quelqu'un pose la question. Qui sont les deux amis? إذن شخص ما يطرح السؤال. Qui sont les deux amis? من هما الصديقان؟ Qui sont les deux amis? الجواب. La réponse. Les deux amis sont le cèdre et la goutte d'eau. Les deux amis sont le cèdre et la goutte d'eau. Les deux amis sont le cèdre et la goutte d'eau. Alors, que font-ils? Alors, que font-ils? Que font-ils? ماذا يفعلان أو ماذا يفعلون؟ Il quitte le bord du lac. Il quitte le bord du lac. هما يتركان ضفة البحيرة. Il quitte le bord du lac. هذا لو فيرب كيت كما قلنا يعني ترك. أقول je quitte, tu quittes, il quitte, nous quittons, vous quittez, il quitte. إذن expliquez quitter. Expliquez quitter. اشرح كلمة quitter. Regardons les mains suivantes. On a des élèves en classe. On a des élèves en classe. Après, sur l'image suivante, tous les élèves ont quitté la classe. Tous les élèves ont quitté la classe. إذن كل التلاميذ تركوا القسم. إذن quitter المقصود به ترك. Tous les élèves ont quitté la classe. Tous les élèves ont quitté la classe. Enseignant et élève en classe. إذن عندنا مدرس وتلاميذ في القسم. Après, enseignant et élève ont quitté la classe. Enseignant et élève en classe. Enseignant et élève en classe. Enseignant et élève ont quitté la classe. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.